بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. كتاب كيني الوجيز في سنة النبوية للدكتور صالح الشامي حفظه الله تعالى. أيام كنا حجرنا الشيخ روحه وغرطي قبتي بابه الإسلام يهدم ما قبله. إسلامك وحا الدمية أو ترترا وحو الذنوبة وقفك توصل إسلام الكهر واللي يبت. قال الله تعالى إلى سري وحوه إن الحسنات يذهبن السيئات. إلى حسناتك وحا إتبيان أو إلا التقان أو إبرياء وحسنيات ذلك ذكرى للذاكرين. كاسونا وحوه وانو كوا وان سماي والليه وروحي دمي وكان لعي إلهي غفور رحيم وعلافي دين تاي مسلم نغو. عن عمر بن عاصم رضي الله عنه قال وحوري فلما جعل الله الإسلام في قلبي. عن عمر عاصم حرقي سلام كسوه رجلي مكجوغي ونبي أيوكم إذها وحولي مركي إلهي قلبي إسلامك والشرحي وإلهي إيماك وإلى الدوني. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لما سلام بانو يمين فقلت وحايوري ابسط يد يمينك فلا أبايعنك فليبايعك. وحرق عن هذا فضي رسولك إلهي أن كل هشيء أو الإسلام قصوه قلي مبايع هشيس أن كل قلي. قال فبسط يمينه السلام رقع عن تيس أيوف سودي بي إنو نكهان قعن قليو ومحال الله هشيس أولا قلي. قال فقبضت يدي وحرق عن تيس أيوان عشتي ومع السلام قعن تيس أصودي بي أيان قعن تيس عشتي بويل. قال مع السلام وحاول ما لك يا عمر عمر من عاصم حاكو ودعي. قال قلت وحاولي أريد أن أشترط أردت أن أشترط وحول وحن روابولي إن الكونديشن أم بشردي أن كحرو إسلامي مدينة كونديشن أم بشردي من روا إن كحرو. قال مع السلام وحاولي تشترط بماذا محاد شرط ليس محاد ربطا إن محال الله آت هشو محاد وضطاء شردي. قال وحول قلت وحاولي أن يغفر لي إلا يدب النفر سبت عمر بن عاص وسناديت ومتكي قريش لا سلام ديبي وشاكل مدن جيستي ودعوه كسو جيستي أيو كمدا مركو حسلي يا هاي أرن كام أرن سهل الماء دنوب تان دش دنوب يا الماء مركو سلام سلام ما نقول كي نقول نافي ما هي ده وحب بهذه تان محل إن قدر الله فريستوم حال الله وضع الله السلام وحب الله جيس. قال وحب أما علمت عمرو موادا أجانين أن الإسلام يهدم ما كان قبله إسلامك إنه بربرنا وحي كهري أو وحي ذنوبة فجر هذا فاسقنا ما قرنا وقف وصمي كل ما توفرك لا إله إلا الله محمد رسول الله الله ما هست الله أكبر بركة السلام عليه. إسلامك وحي ذوي مبدأ إنه قد ظهر نظيف كهنه سيدي عضو حالي الشيء أكلتها أضوة تضوة تجيرة من الحنجرة بعد فجور يفاجر نمي ولكن كان بعد يوم طيب رسول الله إلهي تنبيدي إيه غدراتك وحا خيامه يسوي وحي فجرات يسوي كل ما اللي نافي وحلوه نقول نافي الله أكبر يا هلي كان يا هلي كان الله سبحانه وتعالى كريم ما سمي كان. قال وحلو أن الهجرة تهدي بما كان قبلها قفوا إنه سوه جنوده ما كان صوته ومدينة سؤاله إلهي وحقنا فتنبيدي بحيرته وأن الحج يهدي بما كان قبله وحلو الحج كنا وهي ذنوب وقفه الليمة إلهي ما كنت ارتديه لكن حقوق الإسلام كبجت وهي حقوق الليمة لكن مع الله سلام أدم إذن مع سلامة قفي حجية وحماة الإيمان وحقوق نقر يأسبه يدي إذا شيء وقالته الله أكبر. شيخ وحقوق ابتي باب الإسلام نسخ الأديان السابقة إسلامك وحقوق ترتري وهي ديماء يكوري. قال الله تعالى إبس ريه وحوليه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قفك راذية إسلامك وحانهين دينك راذية فلن يقبل منه إلهي وحو لقى أقبل منه لقى أقبل المال وهو في الآخرة من الخاسرين ما لنت قياما وحكم بذلك هوغي. وقال الله تعالى إلهي بسره وحوليه هو إلهي الذي كيوي أرسل رسوله ورسول كسا بالهدى هنون يودين الحق يدين حق نبا ليظهره على الدين كله إن ديمه نم حالا يكفر نقول من رأس سام دين ديسة دين تقول دم بيسوي وحكاره وديمه كل قوضوي نسق مين أو حكجنا من جنا. أنا أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال السلام وحوله والذي نفسي بيدي والذي نفس محمد بيدي عليه نبي محمد عسى نفتيسة
جعانتي سكسر ناتي من كل أرتي لا يسمع بي إمغل مايو أحد من هذه الأمة ومضى غفكا بذا معنى أمة الدعوة واي السلام ورسول المحال الله أثقلين عليه سيد الجن واي وحر يهودي ولا نصراني إمام مغلق في يهودي أو نصرانية وركي مغلية ورسالة قارسة ثم كدما يموت لمن آيا ولم يؤمن أرمين بالذي أشت به وهي لا إلى صدري وهم قالوا إن سال صدري محمد سال دي سجاري وركي سيما جاري كان من أساس دي سيا يكون أنت أرمين قال إلا كان من أصحاب النار سال وحري حدوس أقول أنت نار بؤادية إلى إله سبحانه وتعالى دين تان دين تان إسلام يا دين المحسن الناس والدماء يا دماء هو قدام بيسا مركب وحي كهري واجي بيدي أي نولا يقف هيستي تكاسب حوالي ورك ورك مجرى لكن قف في الله سلام سوى قاري أورك يسمى مقلي إسلام كان محل آخر رسالة مقلي وهدر رومين واي وصدا قلنا أنت يا سلام في جهنم النار بوالية شيخ رحمه رح حفظه الله تعالى وحو قبطي بابه من مات على التوحيد دخل الجنة قف في توحيد قلنا أنت جنة يجليا قال الله تعالى بسرية وحو يا أيها الذين أخيار آمروا إلهي فيما يو اتقوا الله إلهك عبسنا حق تقاتي عبسنا بقى ولا تموتن هل لمننا إلا وأنتم مسلمون إذن كانوا مسلمين أبوية سكر هو لمننا إذن كانوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وإسلام إنت أيها الإله إلا ليه عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع سلام وحوري أتاني وحائمت أهتي من إبارايا ومن ربي ربي حقيسا إلى حقيسا لإقيمت فأخبرني وحو يشري أو قال وحو بشرني وحو يقوم يشري أنه أريك وحو أهل من مات قفر انت من أمة أمضي إذا كمذا ولا يشرك بالله شيئا أن إلهي وحب الله وذا جنين دخل الجنة جنة ذا يقريا الله أكبر وحو يقول قفر انت يتوحيد كل انت جنة ذا يقريا قلت وحيره وإن زنا وإن سرق هزليست وحبها هذا من جنة قريا قال ونعسل وحري وإن زنا وإن سرق هاو زينيستو أما وحاو فلا نوح إليل قفقا زينيستو دين بيهام وقلعه لكن هدو حلال يستو إلا زينيستو حلال بيئتها وقوقيه إن إسلام كو حرام يكوتها أما محال الله وحاو إلي حرانا إتهين وقوقيه وهو لقع وقسمه وسكته بكهين كأركي سواء ذكي كأركي سواء ذكي لكن قفقا من عندك أهل التوحيد أهل لا إله إلا الله إيه ذنوبتك عند هذا إيه محال الله حد يحتى أسوته بكين تحت مشيئة الله يسوه قليا عنده إله يدرنا وقلنا فيه هذيك هذا محال النار بقى لقينيا ولا صوت هنايا أسوه نظيفة أي جنة لقينيا نار كواري ماي بلك أهل التوحيد حد يحتى قال النار تأهل الوحيرين كواري مايانو آخر كوضي جنة يونا قريا إله ذنوبتك عند إله شيخ وحد وقبتي باب من مات على الكفر دخل النار نكي وحد قال لي وكل انت نار بقليا قال الله تعالى وحسوره إلهي قول كيسا إن الله يبوين إن الله لا يغفر إن الله لا يغفر أي شرك به إلهي نافي ما يقف إلا قفر الله قدم بحالة إن الله يبوين لا يغفر نافي ما أي شرك به إن أسلوا إحنا لو ذاجيه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إنت وحيك صهرت قف يدور أي نافيا عن معاوية قال وحوري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع عليه السلام من كم مغلي ورنا يقول ورنا كل ذنب ذنب نباتي عسى الله إبوه حقيقك ويا أن يغفره إنه نافه ذنب والب إلهي حقيقك ويا إنه نافه إلا الرجل قف بويا يقتل مقتل المؤمن متعمدا قف مؤمن أولا كعدري مويا قف مؤمن قف أولا كعدري مويا أسوء لك سوى أذريه أو الرجل يموت كافرا أما قف قال لما قلت لمن آي السلام عليكم إلهي ذنب والب الله تطب ونافيا حقيقي كيا لكن لا وقف الله نافي ما قف مؤمن أولا كعدري أسويك سواء لا حول ولا قوة إلا بالله تكتب بكين لكن تبع مطوي فرد إيه قف قال لي ما كنت نتي ده نقول نتي وام خلاص يسونا أسوي جهنم وعدي والعياذ بالله سبحان الله شيخ واحد قبطي باب الزمن الذي لا يقبل فيه إيمان وقت جاء الإيمان كان لأقرارين عن الزمن كان دين لقاره قف إيمان كان ظهر مايو وصرح بك جري قال الله تعالى إن سرير وحوري يوم مال يأتي بعض آيات ربك ربك آيدي سقار كمدة إيمان دوران لا ينفع نفسا نفعا في عميسو إيمانها إيمانك رمين تيدا لم تكون آنهاني آماتي رميسي من قبل هوري معنى هذه علامة وولاء قيامة
أما قرحه أي بذح كسر بحده أما ماشي يقول عيسى أي كسر بحده محل الله قرحه ماي أو كسر في إيمانها خيرا أما إيمان كان محل هرقص وشقيستي خير سميستي مركي تبرت وأقي ووحي لما ذن بولي آمنت سيد فرعون وين الآن هرقص نبي سلم وضع سيد خوب وقمت بالمفسدين هرقص ديدي وضع مفسدين نقطي مركي حنا ده حقيقة ما أرتي مركي حوية اللي غفر رفت لقب حنايو على ما صبح وقتي سوى النماذج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبنا وحوي ثلاث إذا خرجنا سد حديث صباحا لا ينفع أن في عميس نفس النف إيمان ورمينت لم تكون آريها آمنتي رميسي من قبل هريرة سد حديث صباحا حد يقف في مكان رمية وحمل ذلك يسمى أوكي أو بس قصد في إيمان يا خير أما إيمان كذا خرج وصل شقي يستوي له رميسي ومحل الله حمل مسلسل ميسي طلوع الشمس من مغربها مركي يقول راح وقصوا بعض بيشي يقول نعيسه خلاص وين هذه التوبة هذه وعنا باتي والدجال هذو الدجال صوبحنا الباب التوبة وحيرتي ودابة الأرض دابة صوبح دون طوبة حدوك على مهين دون كفرية قال يا مسلم على مهين وقت يدوانا ما يقفك وحويا السورة وحويا الوقت يواكن نعي مركي قف مومي كامرك إن أدى ذاله وليهي التوبة كينو وليهي أمنا قلنا وحويا والله مارمان وصلى الله وسلم على سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.